عايزين نقول لكم انكم في ناس كتير قوي 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 كانت معانا دايما لما بنكون في تكريم او لما كنا في النمسا وبنعمل حفله وفي التكريم. في ناس يعني انا ببقى مبسوط جدا 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 من تعليقاتها. اي حد انا ببقى مبسوط من تعليقاته، اذا كان هو عنده تعليق وحش او عنده تعليق حلو. بس انا التعليق الوحش بالنسبه لي بيبقى تعليق حاجه يعني بناءه، في حاجه تكون مش عاجباه او كده، انما تعليق كده يعني لو للوطن زي ما بيقولوا ده انا ما بحبوش. بس تعليقات الناس الحلوه انا بقول بشكركم جدا جدا جدا، دعمتونا، كنا مش عارفين نقول لكم ايه، لان كل زي احنا زي اي ناس عاديه، زي اي ناس في الحياه، زي اي حياه يعني. اي اتنين بيحبوا بعض بيقضوا فتره مع بعض، بيحبوا بعض وفي علاقه مع بعض. طبعا احنا مش عارفين نقول، لا احنا نقول كنا بنقول لنفسنا عشان بعد كده نقدر نقول لكم كل حاجه. فكنا بنقول لها، كنت بقول لها احنا كنا هنعلن زي اي حد، بس الناس طبعا من الحب اللي في قلبهم لينا وده شيء بيسعدني ويشرفني، طبعا بيبقوا عايزين يسمعوا اخبار على طول. احنا كنا مستنيين لان احنا برضو يعني ناس ناضجه، فلازم نفاجئكم على طول كاتب كتاب، وده كان اسعد حاجه. ويعني انكم ما تزعلوش مننا ان احنا حيرناكم، بس يعني احنا كنا فعلا بنكلمكم دايما بصدق، وهي هتكلمكم اكتر. احنا كنا دايما صادقين معاكم، لما طلعت اشاعات وقالوا وعادوا سكتنا ما ردناش، عشان احنا صادقين معاكم، بنحترمكم جدا، انتوا على راسنا، انتوا اللي عملتونا واحنا نجحنا بحبكم ودعمكم لينا، فكان لازم نبقى محترمين جدا معاكم طول ما احنا واقفين على رجلنا. عشان كده كنا صادقين قوي وقت ما كتبنا واعلنا لكل الدنيا ان احنا بنحب بعض ومقتنعين ببعض وعايزين نكمل حياتنا مع بعض وهنتجوز، فاخترنا وما قلناش لحد ان احنا هنطلع لايف عشان تبقوا معانا. ودايما يا رب تشاركونا كل اوقاتنا الحلوه، تشاركونا افراحنا، تشاركونا كل احاسيسنا ايا كانت، تشاركونا نجاحاتنا. احنا بجد بنحبكم قوي، ويا رب يا رب يخليكم لينا، وحتى اللي ما بيحبناش يا رب يحبنا في يوم من الايام، يا رب يوفق كل الناس ويدي الحب المنون لينا يا رب. بحبكم انا واحلى. طبعا يعني زي ما بنقول احنا سعداء جدا جدا انكم كنتوا معانا وكنتوا يعني مشاركينا دايما في كل حاجه ومعانا اول باول. وخلي بالكم بقى، عايزين نقول ان احنا الايام الجايه بقى هي الاحلى، هي الاجمل، هي الحب اللي بعد الجواز اللي الناس كلها تتكلم عليه. طبعا لمراتك، لان كان في بيقول الحب بعد الجواز لحد تاني، لا ده موضوع تاني، لا لمراتك حبيبتك. طبعا احنا هتبقوا معانا في كل حاجه، مش عشان حاجه، طبعا انتوا كلكم يعني بتحبوا، كلكم عندكم مشاعر وكلكم، بس كل الناس بتتكسف، كل الناس مش عارف ليه بتتكسف تقول لبعض بنحبك. كل حد يقول لحد بحبك، وكل حد كل علاقات تبقى علاقات، العلاقات كلها في النور، ده اللي ربنا قال عليه ورسوله قال عليه وكل الاديان وكل الناس بتقول عليه. فاحنا دلوقتي هتبقى علاقاتنا كلها في النور وكلها حب، وعايزين وهفضل اقول لها بحبك وهي هتفضل تقول لي بحبك.